أهلا فيك. اليوم حاب أتحاور معاك كيف تتقاضى أعلى الأجور، كيف تكون خبير بعملك وتتقاضى أعلى الأجور في مجال عملك. هاي الشغلة راح تبين إنه شيء صعب أو شيء لبعض الناس ذهنيا مستحيل، أو هو لناس، مع إنه الحقيقة أنت نفسك قادر تكون من أكثر الناس اللي بتقاضوا أجور في مجال عملهم، ولكن في أشياء ضروري تفهمها حتى تبلش تعيش أو تكون خبير في مجال عملك. أول شيء هي الصورة الذاتية اللي عندك إياها أو السلف إيمج. بتشوفني دائماً بحكي عن فكرة الصورة الذاتية، يعني الطريقة اللي أنت بتشوف فيها نفسك في عقلك اللاواعي هي اللي راح تتحكم بأفكارك، هي راح تتحكم بسلوكياتك، هي راح تتحكم بخياراتك، وبالتالي هي راح تتحكم بالنتائج اللي راح تجيبها على أرض الواقع. يعني إذا شخص بشوف حاله رياضي رح تشوف أنه أي شيء بيعمله رح يكون متوازي أو متناغم مع هاي الصورة، فرح تشوفه أنه يمكن بوكل أغلب الوقت أكل هيلثي، أكل صحي، بروح بعمل رياضة أغلب الوقت، لأنه هذا الشيء متناغم مع صورته. والعقل اللاواعي دائماً بحب يمشي باتجاه أفكار وسلوكيات متناغمة مع المعتقدات المحورية تاعته، وصورتك الذاتية بتشكل واحدة من أعمق المعتقدات المحورية الموجودة في العقل اللاواعي. لذلك إذا أنت بتسعى تكون خبير في مجال عملك، أول شيء بدك تبلش من بناء صورة ذاتية إنك أنت خبير. هلا أنا ما عم بحكي هون على إنك تزيف حالك، ولا بحكي هون على انك تبني ايجو او كبر كذاب بحكي انا خبير في مجال عملي، بس هو طالع من كذب مع نفسك، يعني ما في صدق مع ذاتك. انا عم بحكي عن صدق مع الذات بانك تختار تبني صورة الخبير، وتكون جاهز انك تلبي الوعي اللي محتاجه صورة الخبير. يعني مش ببني صورة خبير وبدي يجيني مصاري على اني خبير، ولكن انا مش راضي على ارض الواقع البي اي من احتياجات صورة الخبير وبدي اعيش زي باقي الناس. هذا الاشي ما بزبط، لانه الناس دائما اللي اعلى في مجال عملهم، الناس الاكثر ثراء في مجال عملهم، الناس الاكثر دخل في مجال عملهم، هم مش صدفة. يعني قد ما أنت بتحب تقنع حالك أنه هذا الإشي صدفة، أو هذا الإشي ضربة حظ، أو هذا الإشي مشيت معاه، هذا الشيء مش حقيقي. هم بيعملوا أشياء مختلفة، ولكن المحور اللي خلاهم أصلاً يعملوا أشياء مختلفة أنه هم اختاروا في البداية معيار معين لحياتهم. يعني اختاروا معيار أنه يكونوا خبراء في حياتهم. هذا إشي حتى اختبرته في حياتي. بتذكر أول ما بلشت في مجال التدريب، حتى ما كنتش أعرف أنه في إشي اسمه تدريب، خلينا نحكي في طريق الوعي، لما بلشت أسمع عن هذا الموضوع بلش يتفتح في داخلي، دغري عرفت أني أنا بدي أكون من شيء بسموه بالإنجليزي A player، يعني ناس من أكثر الناس اللامعين في هذا المجال. في إشي جواي عرف أني أنا عندي هاي القدرة، إشي جواي عرف أني عندي هاي الموهبة، ولكن لو ما اخترت، حتى لو ما كان وقتها بوعي كامل، لو ما اخترت اني بدي اكون من اكثر الناس اللامعين، بدي اكون من الخبراء في هذا المجال، يمكن وقتها ما سميته خبير، سميته من اقوى الناس في هذا المجال، ما كان بنيت عادات وسلوكيات وطريقة تفكير معينة انها تدفعني بهذا الاتجاه. لذلك الموضوع ببلش من الطريقة اللي بتشوف حالك فيها. يعني اذا اخترت تشوف حالك كخبير وانت جاهز تدفع ثمن هاي الصورة الذاتية، راح تشوف انه لحالها راح تبلش توخذك باتجاه مستويات اعلى من التفكير والتطبيق. النقطة اللي بعدها، لما بدك تكون خبير في مجال معين، هذا المجال ضروري يكون عندك اهتمام فيه واهتمام عالي. ما بدي احكي كلمة شغف، لانه كلمة شغف لغالب الناس بتساوي لهم توتر، او بلش الاحظ لما نحكي كلمة شغف بحس انه لازم بكرة انا اعرف الشغف تاعي، كأنه شيء واحد بكتشفه وخلص ما بتطور لباقي حياتي، او انها مسألة حياة او موت، اذا بكرة ما عرفته معناته حياتي بتتدمر، مع انه عملت فيديو كامل عن الشغف ممكن تحضره. لذلك بدي الطف الكلمة واحكي شيء انت مهتم فيه بعمق. ضروري نغير النظرة التقليدية من انه انا بدي اروح ادور على الشيء اللي بيجيب مصاري برا للشيء اللي بيلهمني.
للشيء اللي أنا بحس فيه اهتمام عميق، للشيء اللي بحركني، لأن الشيء اللي بحركك وبلهمك هو بالنهاية راح تقدر تطلع منه ثراء، حتى لو ما كان 100% بطريقة مباشرة، راح تلاقي طريقة أنك بالآخر تناسق الشيء اللي أنت مهتم فيه مع حاجة الجمهور أو حاجة العملاء. لذلك بدك تختار شيء أنت مهتم فيه، وهذا الشيء ممكن يأخذك تجريب، تجرب أكثر من شغل وتبلش تشوف هذا الشيء مهتم فيه وهذا الشيء مش مهتم فيه، هذا مهتم فيه وهذا مش مهتم فيه. ليه؟ لأنه خبير في مجال معين معناته هو شخص عنده قدرة لقراءة أشياء للشخص العادي ما رح يقدر يشوفها، فهو تفتحت في داخله بصيرة الشخص العادي ما عنده إياها في نفس مجال العمل، لذلك هو خبير بتطلع على الموضوع وفكريا وحسيا بيقدر يقول لك بالضبط شو نتائجه. هذا بيجي لأنه هو قادر يدخل في عمق أقوى وأقوى 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 في المجال تاعه. واللي بيصير إذا أنت ما عندك اهتمام بمجال معين، ذهنك ما رح يكون عنده الاهتمام أصلاً أنه يخترق طبقات عميقة في هذا المجال. لذلك بنشوف أقوى الناس في مجالهم هم الناس مش بس اللي عندهم اهتمام فيه ومش بس اللي عندهم شغف فيه، الناس اللي عندهم هوس فيه، الناس اللي عندهم obsession فيه. وبعرف انه كلمة هوس لغالب الناس مش مرتبطة بشيء حلو، عادة مرتبطة بشيء مكروه، ولكن خلينا نكون صادقين مع حالنا وخلينا نطلع على الأمور بعملية. اللي راح تلاحظوا ان الناس الخبراء في مجالهم عندهم هوس فيه غير عادي، عندهم هوس فيه لدرجة انه بالصبح بيفكروا فيه وبالليل بيفكروا فيه وهم نايمين بيفكروا فيه. يعني انا بالنسبة لي هذا الشيء اللي انا عم بعمله هلا هو يمكن اذا في كلمة اكثر من هوس بعطيك اياها هو شيء انا نايم بحلم فيه، قايم بحلم فيه طول الوقت، هو مستهوي ذهني اني افهم الامكانات الانسانية، افهم كيف اطلع الامكانات الانسانية، افهم كيف الذهن الانساني بيشتغل، افهم الحكمة اللي موجودة عند الحضارات القديمة وكيف هاي الحكمة بنقدر نطبقها حياتنا على مستوى شخصي وعلى مستوى جمعي، افهم كيف نقدر نغير في الجموع ونرفع الوعي الجمعي. هذا الشيء اللي انا بشوف فيه الحياة طول الوقت، المعارف عن الخيمياء وعن الذهن وغيرها. فلو ما كان عندي هوس بهذا الموضوع كان من الصعب جدا 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 اني اتطور فيه كل يوم وتزيد خبرتي فيه كل يوم وتزيد امكانياتي فيه كل يوم وتزيد حدة نظري فيه كل يوم، حتى وصلت هلا بحمد الله مليون مرة اني اكون من اكثر المدربين اجرا موجودين في الشرق الاوسط او في العالم العربي. هذا الاشي إجا لأنه كان في هوس غير عادي في هذا المجال. يعني لو حطيتني مجال تاني على الأغلب ما رح تلاقي عندي نفس الهوس أو نفس الاهتمام فيه، فصعب يكون عندي نفس الحد فيه ونفس القدرات اللي فيه. النقطة اللي بعدها وهي الاستثمار في الدراسة بهذا المجال، يعني تستثمر وقت، تستثمر طاقة، وتستثمر مال في المجال اللي انت بدك تصير مختص فيه او تصير خبير فيه او تبلش تزيد خبرتك فيه. مثلا لو نتطلع على اللاعبين في العالم، المؤديين العاليين بالعالم، دائما بنشوف انه حواليهم مدربين، دائما بنشوف انه حواليهم مدربين في مجالات مختلفة تساعدهم يزيدوا قدرتهم في هاي اللعبة، دائما بتلاقيهم بيستشيروا أحسن الناس اللي في هاي اللعبة حتى يضلوا على أعلى أداء. يعني بتذكر واحد من اللاعبين اللي عنده فلسفة جدا 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 جميلة عن الأداء وعن الحياة، اسمه كوبي براينت. كوبي براينت لاعب، كان لاعب كرة سلة. كوبي براينت لما كان يحكي كيف كان يتعلم كان يحكي إنه I study the game، أنا بدرس اللعبة. فكان دائما يستشير لاعبين أكبر منه بهذا المجال زي مايكل جوردن وغيرهم، يفهم منهم كيف كانوا يتحركوا، شو كانوا يعملوا، شو كانوا يأكلوا، شو كانوا يساووا، كيف كانوا ذهنيا يتعاملوا مع الخسائر، كيف كانوا ذهنيا يتعاملوا مع الانتصارات، كيف كانوا يقود الفريق اللي حواليهم. فهم جابوا معارف تساعدهم يدرسوا المجال تاعه.
لما أنا أحكي تدرس المجال تاعك، أنا ما بحكي تأخذ دورة تقنية في المجال تاعك، هذا الشيء حلو، ولكن هذا ستاندرد، هذا الشيء العادي. إذا بدك توصل مراحل أن تكون من أعلى أجر بهذا المكان، بدك تستثمر بطريقة، خليني أستخدم هاي الكلمة، شبه جنونية في هذا المكان. بدك تتعلم من أحسن ناس فيه، وبدك تستثمر أموال في مدربين في هذا الموضوع، في مرشدين من هذا الموضوع. أنا ممكن تحكي يا بس أنا ما عندي الأموال بداية. مش ضروري من البداية تروح تستثمر أموال كبيرة، ولكن انت عم تبني العادة انك انت عم تستثمر بطريقة غير معتادة. يعني ممكن تجيب احسن الناس بالمجال اللي انت بدك تتخصص فيه، وتبلش تقرأ الكتب تاعتهم، تبلش تحضر الفيديوهات تاعتهم، بعدين تبلش لما شوي شوي تتعلم المواد المجانية تبلش تأخذ كورسات معاهم، شوي شوي ترتقي، يمكن بعدين تحط هدف انك تأخذ تدريب معاهم. راح تشوف بعد فترة، وبعد فترة من التطور الاستثمار دائما بيزيد، لأنه إذا بدك تتطور في هذا المجال بدك تستثمر فيه دائما أكثر وقت وطاقة ومال، ممكن توصل بعدين لمئات الألاف أو الملايين بالسنة الواحدة بالمجال تاعك. هلا هايكم كنت تبين كبيرة وغريبة عليك، ولكن بدي أذكرك، إذا بدك تكون في مكان عملك أو في الشيء اللي أنت مختص فيه من أحسن الناس فيه، بدك تعمل شيء غير تقليدي. وواحد من الأشياء غير تقليدية إنك تستثمر بطريقة غير تقليدية. يعني أعطيك مثال، أتذكر أول ما رحت أدرس ببريطانيا كان في معاي مبلغ من المال عشان مفروض إنه يعيشني لفترة معينة. ذكر كل الطلاب اللي حوالي، أغلب الهموم اللي كانت عندهم إياها وأغلب الأشياء اللي بدهم يصرف عليها مصاري، وين بدي أروح أطلع اليوم، شو الحفلة اللي بدي أعملها، أنا شو سويت من أول ما رحت؟ أخذت جزء كبير من هذا المبلغ ورحت استثمرت فيه بمدرب هناك. هلأ هذا الشيء للطالب جدا غير تقليدي، عشان أغلب الطلاب ما بيعملوا هيك، ولكن لما استثمرت بهذا المبلغ دغري بلش هذا الاستثمار يرجع علي، لأنه بلشت أفهم هذا المجال أكثر، ذهني صار أقوى، قدرتي على التدريب صارت أعلى، وبعد فترة قدرت أني أعوض هذا الاستثمار ويجيني أموال أكبر. لذلك اللي عم بحاول أوصل لك إياه، دائما وأبدا الناس اللي بيصيروا خبرة في مجالهم، بيصيروا أقوياء في مجالهم، هم دائما بيختاروا أنهم يستثمروا في هذا المجال أكثر من غيره، لأنه بعطوا هاي الشغلة أولوية في حياتهم، لذلك دائما هم في ارتفاع مستمر. وبرضه ما تخلي المال عائق، تقدر تجيب مواد مجانية، تقدر تستثمر وقت، تقدر تستثمر طاقة في هذا المجال حتى تبلش تتطور فيه ماديا. النقطة اللي بعدها، التدريب الواعي أو conscious practice. شو يعني التدريب الواعي؟ يعني تكرر الشيء مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وألف بطريقة متواصلة، ولكن بطريقة واعية. يعني كل مرة بتعمله تحرص انه انت تأخذ معلومات، فيدباك، تغذية راجعة منه، والمرة اللي بعديها تعمله بطريقة ادق وافضل وفيها احترافية اكتر. هذا الشيء الناس بتسميه اسلوب، عم بيطلع اسلوبك الخاص، اسلوبك الفريد. فانت كل مرة عم تعمل عم تسعى انه يطلع اسلوبك الفريد، وكل مرة انت عم بتكرر انت عم بتطور من المهارة تاعتك. يعني لو بتلاحظ اذا انت بتتابع القناة انه انا دائما بصور فيديوهات، دائما بصور فيديوهات، كل اسبوع بكون فيديوهات مختلفة عن مواضيع مختلفة. ليش انا دائما بصور؟ هل بس عشان اعطي الناس؟ هل بس عشان اخدم؟ هل بس عشان رسالتي؟ أكيد هذا موضوع جدا 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 مهم وجدا محور اللي بعمله، ولكن في أيضا سبب تاني، عشان دائما أخلي المهارة تاعتي في قمة الأداء تاعها، بإني أكررها 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 أكررها. فلما يطلع الفيديو عادة بتطلع عليه، بشوف وين ممكن أغير، هل كلمة ممكن أحكيها غير، هل كلمة ممكن أعملها كذا، هل ممكن أعملها كذا، وبرجع بتخيل الموضوع. هل هذا الإشي أنا بعمله دائما طول الوقت؟ الجواب لا، ولكن بكون حريص بشكل عام إني أخذ فيدباكس من المواضيع اللي بعملها، لأنه كل مرة بدي أعمل فيديو أو بدي أعمل كورس أو بدي أعمل طريقة تواصل معينة مع الناس، بدي إياها تكون أفضل وأفضل وأفضل وأفضل. لذلك ضروري جدا تكرر اللي بتعمله وتكررها بوعي، لأنه التكرار بس على عمى أنك عم بتعيد الإشي 20 سنة، هذا مش تدريب واعي. هلأ ممكن تحكي بس إيهاب أنا أوريدي خلص بروح على الشغل وبروح، يعني شو الإشي اللي بدي أعمله زيادة؟ غير لما تعمل الأنشطة أوتوماتيكيا، بأنك تعمل الأشياء اللي
أنت بدك تصير فيها خبير وتعملها بوعي وتعملها بتكرار وبنية خاصة فيك. يعني ممكن أنت تكون شخص مثلاً بدك تصير خبير في الأكل الهيلثي، بالأكل الصحي. ممكن تحكي خلاص أنا بعمل الأكل كل يوم وأنا أوريدي عم بوديه للعملاء وخلاص، أو تحكي أنا كل يوم بدي أتعلم كيف مثلاً المكونات اللي أحطها تكون الخلطة تاعتها فيها دقة أكتر، خيمياء الأكل يكون فيه دقة أكتر، كل مرة النية تاعتي تكون نية أزبط، فبدي أرجع لداخل قلبي وأعطي من مكان حب. كل مرة بدي أعمل أتعلم إشي جديد بعدين أطبقه. فأنت كل مرة عم تتدرب بوعي وعم بتطور من التدريب تاعك، فلما تبلش توصل عدد ساعات كبيرة من الشيء اللي بتعمله رح تشوف حتصير إنه صار عندك حكمة وقدرات أكتر في الأداء في الشيء اللي بدك تعمله. وطبيعيا لما انت تحس انه عندك ثقة اكتر انه القيمة اللي بتعطيها اعلى رح تشوف انه اجرك رح يبلش يزيد. هذا الشيء جدا 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 طبيعي لانك صرت احسن في مجال عملك. انت رح تحس هذا الاشي والناس رح تحس هاي الثقة، وبالنهاية الناس رح تبادلك لانه حاسة هاي الثقة بصدق من خلالك. النقطة اللي بعديها تبني وعي النجاح ووعي الثراء، او تبني ذهنية ثراء او ذهنية نجاح. ليه هذا الاشي مهم؟ لانه ممكن توصل مرحلة انك انت تقنيا جدا جدا متقدم بالشيء اللي بتعمله، ولكن المعتقدات اللي عندك اياها عم بتوقفك كل ما تتطور. يعني ممكن لما بدك تروح للمرحلة اللي بعديها ذهني يقولك هذا اشي ما بعرفه، هذا الاشي جديد، ما تجرب اشي جديد، ما بزبط هيك، ما بتقدر تتقدم للمرحلة اللي بعديها، فذهنك عم بيوقف في طريقك. لذلك ضروري وانت عم تتعلم انك تصير خبير في مجال عملك تبلش تشتغل على العالم الداخلي، لأنه العالم الداخلي وذهنيتك هي اللي رح تعلمك كيف تكون في تدفق، هي رح تسخر لك أنك تكون بتدفق، هي رح تخليك تحول التحديات اللي بتصير معاك لفرصة للتطور، فرح تستخدم كل إشي لمصلحتك. لأنه إذا ذهنك ما بنيت قوة ذهنية عالية وفهم لقوانين الحياة وفهم كيف تكون متدفق بالحياة وكيف تتعامل مع التحديات بيسر وراحة، اللي رح يصير بعد فترة رح توصل مرحلة وما رح تقدر تطلع عنها لأنه ذهنك عم بيخليك في هذا المكان. وجزء من هذا الشيء هو ذهنية الثراء اللي عندك إياها. يعني لو ما بنيت ذهنية الثراء رح تشوف أول شيء رح تستصعبه إنك كيف تسوق المنتجات تاعتك، كيف تبيع المنتجات حالك، أو حتى كيف تقدم حالك كشخص عنده فهم بهذا المجال، لأنه ثقتك بنفسك راح تكون مهزوزة. حتى لما تطلب مال من الناس راح تشوف أنك ما راح تطلب مال متوازي مع القيمة اللي بتعطيها. يعني داخليا راح تبلش توطي من القيمة تاعتك، راح تخاف إذا أنت رفعت السعر اللي الناس بيستثمروا معك أنه تخسر ناس معينين، لأنك مش فاهم أنك لما ترفع السعر طبعا مع رفع الإمكانيات تاعتك الناس المش متناغمين راح يروحوا وراح يفتحوا مجال لناس بقدروا الخدمة تاعتك أكتر وأكتر وأكتر. لذلك ذهنية الثراء رح تساعدك تتدرج أعلى بالعمل تاعك، وما تخاف ولا يكون عندك ذنب بأنك تطلب الأرقام اللي أنت بتستحقها مادياً، وتضلها تزيد مع زيادة خبرتك طبعاً بطريقة تتوازى مع نفسك، مش بطريقة بس عشوائية بدي أزيد الأرقام أو بدي أزيد استثمار الناس تدخل معي. هدول النقاط جدا 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 مهمين إذا أنت شخص بدك تبلش فعليا تكون خبير في مجال عملك. ولكن بدي أضيف شغلة معينة، بدي أضيف معلومة معينة حتى تساعدك شوي تتواضع. هلا مزبوط إحنا حكينا عن كلمة خبير واستخدمنا هاي الكلمة في غالب الفيديو، ولكن الحقيقة 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 ما في واحد على الأرض فعليا خبير 100% بالمجال تاعه، لأنه كل مجال فيه عمق أكتر وفيه تعلم أكتر وفيه أشياء أنت ما كنت فاهمها وأشياء تستشعرها بالعمق أكتر. فبالعمق بده يكون عندك ذهنية أنك أنت طالب أكتر من خبير، حتى لو على السطح سميت حالك خبير، مع أني أنا شخصياً ما بحب هالكلمة ويمكن ندرة ما استخدمها إذا أصلاً استخدمتها في حياتي، ولكن برضو واعي إنه وين واحد ممكن يستخدمها من مجال تسويقي، فمش الفكرة إنه ما بصير تستخدم هالكلمة، لكن بدي أوصل لك إياه أنت قادر تكون عميق في مجال عملك والناس تشوفك بخبير، ولكن عمرك ما توقع بي 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 بفكرة الإيجو أو بالوهم إنه أنا خلاص فهمت كل إشي عن المجال تاعي ففيش إشي أتعلمه. خليك في حالة الهوس، خليك في حالة الشغف، ويعرف إنه هاي الحالة رح تطلع بإيقاع، رح مرات
تزيد مرات تقل، ولكن انت بدك تبني أنظمة في حياتك انك تساعدك كل مرة تكون طالب متحمس على التعلم أكثر وأكثر على المجال اللي بدك إياه. فرسالتي إليك بالنهاية، أي شخص قادر يكون أي إشي إذا اختار، يعني إذا في مجال أنت جد بتحبه وبدك تكون من 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 أقوى الناس فيه، من أعمق الناس فيه، ومن مكان حب حقيقي، من مكان صدق حقيقي، من حب للخدمة، من حب للعطاء، راح تشوف أنك قادر توصل أي مكان بدك إياه. ولكن الأهم من هذا كله تتذكر إنه كل إشي بتعمله مفروض يرجع لنية العطاء، لنية الخدمة. فأنت عم بتصير خبير بين قوسين في المجال تاعك حتى تكون قادر تخدم أكثر، مش عشان ترفع الإيجو تاعك أكثر. وشكرا، شكرا لك أنك كملت هذا الفيديو للآخر، وبتمنى أنه يكون يساعدك، نقاط اللي حكيتها تساعدك أنك تبلش تعيش إمكانيات أعلى بالعمل. هلا إذا بدك عمق أقوى وبدك فهم أقوى كيف تبلش تتجلى، مش بس العمل اللي بدك إياه، كيف تتجلى الحياة اللي بدك إياها، كيف تبلش تتجلى الأهداف اللي بدك إياها، كيف تبلش تتجلى الأحلام اللي بدك إياها من البعد الخامس، رح أطلب منك تشوف المحاضرة المجانية اللي عملناها عن تجلي الأهداف من البعد الخامس. رح تشوف فيها معلومات جدا قوية تساعدك بتسريع تحقيق الحياة اللي بدك إياها الآن. رح أطلب منك تسجل المحاضرة وتشوفها. مع كل ودي، مع كل احترامي، شكراً.